الرز المفلفل هنفلفله ازاي ونقدمه جنب اللوبيا بتاعتنا. احلى رز بقى مفلفل ده بتاع الشتاء، يعني انا بعتبر الرز المفلفل ده الشتوي بقى قوي، يعني بحبه جدا جنب القلقاس، ممكن جنب السبانخ، جنب الاكلات الشتوي زي اللوبيا برضو والفاصوليا، بيدي كده شمخه حلوه كده للاكل بتاعنا. اول حاجه عملتها كيلو الرز بعد ما بغسله واصفيه كويس، باخد ربعه شويه بايديا كده واروح جايبه سمنه وزيت حطهم في الحله يسخنوا كويس قوي، وانزل بربع كيلو الرز ده لوحده كده بالشكل ده، افلفله كده. افلفله يعني ايه؟ يعني احمره بالمنظر ده اهو، بصوا. وعلى فكره ممكن بداله، يعني بدل ما اخد من الرز ممكن اعمل الحركه دي مع لسان عصفور برده هيبقى حلو. ادي كده اللون ده بس ممكن يغمق سيكه هيبقى زي الفل اهو. انا كده عليت النار كنت موطيه فعليت اهو، بصوا ازاي اهو، شوفوا جمال الرز ولونه. يوصل بقى للمرحله دي لو عندك فص واحد حبهان وفص مستكه، لو موجودين بيدوا طعم حلو قوي للرز. بصوا بقى كده فص الحبهان اهو، بضغط عليه كده افتحه بس عشان اطلع النكهه العطريه اللي جواه اهي. بصوا يعني بوز الحبهانه بيتفتح كده بس مش قوي عشان ما يطلعش الحب بتاع الحبهان من جوه في الرز، يا دوبك فتحه بسيطه كده اهي. بص باينه معاك يا استاذ احمد اهي، بصوا اهي، ايوه كده، يا سلام، الله ينور. لا لا لا، مينا بجد قلب العدسه بقى وعمل شغل، مستر هابي، مستر سعيد. وفصين مستكه كده. امتى بحطهم؟ اول ما الرز ياخد اللون ده ويكون هنا الرز بيبقى درجه حرارته عاليه جدا، سخن جدا، اول ما بنزل بالمستكه والحبهان بتشم الريحه على طول. يعني اروح جايه بقى ببقيه كيلو الرز انزل بيه كده في الحله بالشكل ده اهو. عندك بقى شوربه لحمه، طبعا احنا سالقين لحمه فكده كده عندنا شوربتها، هستغلها كمان في تطعيمه الرز. ما عندكيش، شويه ميه سخنين وخلاص، قلبي بقى كده وشوفوا الجمال بتاع الرز المفلفل. بصوا هو لسه الرز اللي اتفلفل لسه هو راقد تحت، عماله اقلب فيه اهو، كل ما بقلب كده كل ما عمال يطلع اكتر واكتر. جميل 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 ما شاء الله، شوفوا الجمال. هنجيب بقى هنا الاول الملح، ومش هزود الملح يا جماعه لان انا هسقي شوربه، الشوربه كده كده متحيقه، فتعملي حسابك على الحركه دي. فيا دوبك كده شويه ملح صغننين مع الشوربه هيبقوا كده مظبوط جدا بامر الله. بصوا بقى قلبي كده الرز مع الملح، برده حركه تقليبه الرز يسخن كده وانت حاطه الملح بتخلي الرز ياخد طعم الملح صح اهو. وخلاويص برده، صوت الحله ابتدى يعلى، يبقى الحله ايه؟ الحله بتكلمك بتقولك يلا نزلي السوائل دلوقتي. بسم الله، ادي الشوربه، سمعتوا؟ مش هاخد الشويه الاخرين دول عشان ما يغمقوش الرز، نكمل بميه. بسم الله، الله المستعان، شويه ميه. واعملي بقى العقد العادي بتاع الرز كده، نقلب بالشكل ده كده بس يا ست الحبايب. شوفوا بقى شكل الحله، في بذره حبهان طلعت اهي، نلحقها بس كده اهو يا جماعه. اول ما الرز يتشرب هتلاقي الحبهانه اللي احنا حطيناها دي هتعوم على الوش دلوقتي لوحدها، هتروحي شايلاها وخلاص، ولا من شاف ولا من دري، ولا تيجي تحت درس حد ويقول لك الحبهان بيسيب الاكل كله ويجي لي، ولا الكلام ده خالص، يتشرب خالص، يتشرب ميته وخلاص، قرب كده كانه خلاص داخل في السوا، تروحي موطيه النار وسايباه ما تقلبيهوش خالص غير في الاخر. ادي الرز المفلفل بتاعنا، وزي ما غرفنا الرز اللي اتعمل الصبح كده، حاجه جميله ملهاش حل.